يواصل معبر رفح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. أهلا بك محمد، لك متابعة في هذا السياق، تفضل. نعم يعني زملائي يعني نهى ورهامة، نحييكم من داخل مدينة العريش. ويمكن الجديد لدينا من داخل مدينة العريش هو مطار العريش، والذي يستعد الآن لعمليتي إجلاء من دولتي قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه العملية بحسب ما أكد لنا مصدر من داخل الهلال الأحمر المصري هي عملية لإجلاء بعض الفلسطينيين لتلقي العلاج في دولتي الامارات وقطر. ويعني يصل عدد المصابين الذين سوف يتم نقلهم الى هاتين الدولتين هو حوالي 30 مصابا، يرافقهم اكثر من 71 من الفرق الطبيه لتلقي العلاج والرعايه وما يحتاجونه من مستلزمات طبيه. ايضا الجديد لدينا من داخل مطار العريش هو ايضا وصول حوالي يعني 50 طنا من المساعدات الغذائيه والمساعدات الطبيه والدوائيه قادمه من دوله بلجيكا الى المدنيين في قطاع غزه. نعم. يمكن هذا ما يخص المساعدات والجديد داخل مطار العريش الدولي، ولكن على الصعيد الآخر ما زالت عملية تدفق المساعدات الغذائية من خلال الشاحنات متواصلة ومترصة من أمام معبر طيب. رفح. محمد، عظيمة فكرة تدفق المساعدات من دول عربية شقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة، لكن أعتقد من المهم أن نطلع المشاهدين على فكرة دخول هذه المساعدات والنفاذ إلى القطاع بشكل فعلي ووصولها إلى المحتاجين في قطاع غزة. إلى أي مدى هناك تشديد في الإجراءات التفتيشية من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي، مما يعرقل أو يمكن أن يؤخر وصول هذه المساعدات ونفذها إلى داخل القطاع؟ نعم، يعني خلينا نؤكد أنه منذ بداية الأزمة أن عدد الشاحنات التي وصلت إلى معبر رفح، نتحدث عن أكثر من 10,000 شاحنة منذ بداية الأزمة محملة ب90,000 طن من المساعدات المختلفة، سواء كانت غذائية أو مستلزمات طبية أو دوائية وغيرها. ولكن الجانب الآخر هو الجانب الإسرائيلي هو من يتسبب في عرقلة بعض دخول هذه المساعدات من خلال طبعا وضع بعض العراقيل الخاصة بالمعبر من الناحية الأخرى، وهو الإجراءات التفتيشية. الإجراءات التفتيشية يعني تأخذ العديد من الوقت. هناك عملية يعني كل شاحنة عندما تدخل إلى المعبر من الناحية الإسرائيلية ومن الناحية الفلسطينية يعني نتحدث عن حوالي 5 ساعات متواصلة من إجراءات التفتيش والإجراءات التفتيشية ودخول هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى. أيضا نتحدث عن يعني طريقين يعني أساسيين للدخول، هو معبر كرم أبو سالم والمعبر الآخر. أيضا هذين المعبرين يعني لديهم بعض التحفظات من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يعرقل دخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة. ولكن على الجانب الآخر الجانب المصري لديه مرونة كبيرة في دخول المساعدات من الناحية المصرية وهو من ناحية معبر رفح، ولكن معظم الإجراءات التفتيشية والإجراءات الأمنية هي الإجراءات الخاصة بالجانب الإسرائيلي هي ما تعرقل دخول هذه المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. ونؤكد هنا أيضا على الجانب المصري الكبير والدور الكبير الذي تلعبه مصر في تقديم كافة أشكال الدعم وكافة أشكال الرعاية الطبية للمدنيين في قطاع غزة من خلال دخولهم إلى المستشفيات الرئيسية في مدينة العريش. نتحدث عن مستشفى العريش ومستشفى الشيخ زويد وأيضا ومستشفى بئر العبد، هذا 3 مستشفيات الموجودة في مدينة العريش بالإضافة إلى بعض المستشفيات الخاصة بالقاهرة. لكن الجانب المصري ملتزم جدا بكافة التعليمات، وهو أيضا يعني لديه مرونة كبيرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للفلسطينيين. ولكن المشكلة أو ما يعرقل هذه دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي أيضا والإجراءات التفتيشية والإجراءات الأمنية خاصة في دخول معبر. طيب سريعا محمد، ماذا بعد تعليق عمل وكالة الأونروا وغوث وتشغيل اللاجئين، هذه الوكالة التي كانت ضلع أساسي في مسألة دخول المساعدات وتوزيع المساعدات في القطاع، إلى أي مدى تلمس يعني هناك عرقلة وتعطيل بعد
طبعا تعطيل عمل وكالة الأونروا لأعمالها في القطاع. بالتأكيد يعني هذه العملية أو هذا يعني التعطيل لديه تأثير سلبي كبير على عملية دخول المساعدات الغذائية إلى من معبر رفح إلى المدنيين في قطاع غزة، ولكن طبعا يعني من الحين إلى الآخر تحاول السلطات المصرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني إلى دخول المساعدات يعني في إطار المتاح من الإجراءات الأمنية التي فرضتها يعني إسرائيل، دولة إسرائيل على دخول المساعدات إلى المدنيين، ولكن هو بالطبع كانت لها تأثير كبير على تسهيل ومرونة عملية دخول هذه المساعدات إلى المدنيين، ولكن نعم محمد. نعم، ولكن بالطبع هناك يعني مرونة كبيرة من الجانب المصري لدخول هذه المساعدات. صحيح. بالتنسيق مع صحيح. كافة الجهات المعنية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري من العريش.